ازاي فكرنا في ان يكون عندنا مرحله من المراحل نستعد بيها لحرب اكتوبر، لكن هي ليست بالحرب المباشره وهي مرحله حرب الاستنزاف؟ هو طبعا حرب الاستنزاف دي حرب استمرت 1000 يوم، يعني من اول ما خلصت حرب يونيو 67 حتى اتفاقيه روجرز في اغسطس 1970. 1000 يوم، ال 1000 يوم دول كان اتقسموا الى 3 مراحل. المرحله الاولى هي مرحله الصمود. يعني ايه صمود؟ يعني ان انت تبني نفسك، تعد قواتك، تقوم باعمال التجهيز الهندسي، بكل المواقع الدفاعيه بتجهزها. طبعا في هذا التوقيت اسمه دفاع، اسمه صمود بس، ما بتعملش اعمال ايجابيه بس على العدو، عاوز تلم الامور الاول كده. المرحلة الثانية وهي الدفاع النشط. الدفاع النشط ده بتنتقل بقى تقوم بأعمال عمليات إغارة على العدو الإسرائيلي. وعايز أقول لحضرتك إن حرب الاستنزاف كان لها هدف، والهدف ظهر في الدفاع النشط. إيه الهدف؟ الهدف هو كسر حاجز الخوف ما بين الجندي المصري والجندي الإسرائيلي. إحنا طبعا خارجين من حرب 5 يونيو 67، هذه الحرب كان في يعني هزيمة قاسية، هناك معدات عسكرية مدمرة، هناك شهداء، هناك جرحى، وبالتالي ازاي ان احنا نكسر الحاجز الخوف ده؟ كانت في الدفاع النشط. يعني ايه دفاع نشط؟ يعني مثلا بتقوم باعمال دوريات وعمل اغارة من القوات من الصعق الاول، ثم من القوات اللي موجودين في الحد الامامي، في لواءات موجودة في تجهيزاتها الهندسية تحت الارض وفي الخنادق وفي الحفر البرملية. ازاي ان احنا نقوم بالإغارة ونعبر قناة السويس ونروح للشاطئ الشرقي ونحقق خسائر في العدو الإسرائيلي، نجيب أسير يتم قتل الكثير منهم، معرفة التجهيزات الهندسية بتاعتهم ايه، ان احنا نحضر خرائط. دي بدأت بعدد قليل الأول علشان يبقى كده، يعني من كل لواء، اللواء ده يعني وحدة، هذه الوحدة بناخد منها 2 فقط، الاتنين دول يعدوا ويعبروا وييجوا وينقلوا خبراتهم. طب قالوا طب ما نكتر شويه الاتنين دول يبقوا جماعه، الجماعه دي يعني 10 افراد، يقوموا كلهم مره واحده كده. دي اللي هي الفرقه مثلا؟ لا، احنا لسه في، يعني احنا هنمشي بالتنظيمات كده. 10 افراد بس من اللواء ده، حوالي 5000 واحد. 10 فقط. وبعد ال10 دول ما يروحوا ويعدوا. بس ده كان بيحصل بشكل منظم ولا بشكل عمليات فدائيه بيقوم بيها؟ لا، ده بشكل من كل لواء على الحد الامامي للدفاعات من كل الويه النسق في النسق الاول. ازاي ان احنا ال10 دول لما بيرجعوا، طب المره الجايه ما يبقوش 10، يبقوا حاجه تشكيل اسمه فصيله، الفصيله دي 30 واحد. يبقى بدل كانوا 2 أصبحوا 10 جماعة، ثم فصيلة، الفصيلة دي استمرت بإغارتها لتكون سرية، السرية دي حوالي أكثر من 100 ل 150 شخص بمعداتهم، بعد ذلك كتيبة، كتيبة دي حاجة كبيرة جدا. طبعا ديت أول حاجة حققت خسائر كبيرة في إسرائيل في الأفراد والأسلحة والمعدات. نمرة 2 رفعت الروح المعنوية. نمرة 3 كانت اللي هو يعني رفعت الروح المعنوية. نمرة 3 كسرت حاجز الخوف. دي مرحلة دفاع النشط. ثم بعد ذلك قلنا لا بقى، مش هينفع إغارة كده وخلاص. احنا عاوزين نقول لإسرائيل ان كل يوم انت قاعدة في سيناء ده هيكلفك خسائر كبيرة.